السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كديري لاباس عليكم؟ بخير مزيان، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده يا رب العالمين. هذا الفيديو هذا راه ديجا بالنسبه للفيديو ديال العطور راه ديجا مصور نهار الجمعه، نهار الجمعه ولا السبت، والله ما بقيت عقلت واش الجمعه ولا السبت. ما كتبش لونسيه لكم حيت كانت عندنا في العائله حاله وفاه، ماتت واحد السيده من عائله الزوج ديالي وكنا شدينا الطريق ديك الساعه هبطنا لاكادير. ما كتبش لونسيه لكم فيديو، درت هذه المقدمه هذه باش نشرح الناس اللي جاوا البارح ولقاو المحل مسدود، اللي جاوا البارح ولقاو المحل مسدود في العشيه راه شنو كاين. راه ديجا كنت لونسيت الصوره في اليوتيوب وكنت ديجا لونسيتها عندي في الواتساب، حطيتها في البروفيل باش كاين واحد ما يتعذبش يجي حتى المحل ويلقى المحل مسدود. الناس اللي تواصلوا معايا راه عارفين شنو كاين، كاين اللي جات المحل ولقى المحل مسدود وراكم عارفين، كاين اللي كيضرب الطريق، كاين اللي كيعجبو الحال، كاين اللي ما كيعجبوش الحال لقى المحل مسدود. شوفوا موش ما كتعلم شيء، ملي كتكون شي حاجه طارئه راه شي حاجه طارئه، ماشي بيدينا ولا حنا اللي كنتحكموا فيها ولا يعني الناس اللي جاو المحل مرحبا و100 الف مرحبا. البارح والبارح كنا سادين حيت هادشي اللي كاين، فهمتوا كيفاش؟ السلعه تبارك الله راه اليوم كلشي خرجنا، السلعه كلها خرجنا اليوم، غير جينا شدينا الطريق البارح في الليل وصلنا اليوم في الصباح، راه غير جيت للدار غلفت السلعه كلها كلشي خرج الحمد لله، وخليكم انتم شويه كسهرين ولكن الحمد لله خرجت السلعه كلها، خرجت ديجا راه كلشي صيفط لي كود ديالو، غدا ان شاء الله غادي توصلكم السلعه ديالتكم. الناس اللي كيسولوا على الجديد راه كاين الجديد، اكرام لقيتيني يلاه دايره فيديو كنقول الناس كنقول الناس اللي جاوا ولقاو الحانوت مسدود. يلا احنا نخليكم، ربي يخليك اختي اكرام، انا معك، انا نخليكم دابا مع الفيديو اللي بغيت ونبداو على بركه الله. بالنسبه للتشكيله ديال العطور اللي كاينه هنايا كيف ما كتشوفوا، عطور ما شاء الله رائعين، هذه اللي كلشي وصى عليها وكان عليها واحد الاقبال ما شاء الله اللي رائع بزاف، هي دخلتها المحل. وبالنسبه للاثمنه فراح كلشي كلشي 130 درهم، الاثمنه كلشي 130 درهم. الناس اللي كيقولوا لي مايكا واش كتخدمي الجمعه؟ الجمعه ما تنخدموش، هي الجمعه كنسدو النهار كامل، غدا ان شاء الله الجمعه راه كنسدو النهار كامل، 2 3 4 الخميس السبت الحد المحل راه مفتوح من 11 الصباح حتى 10 ديال الليل، من غير من 2 ل 4 ونص كنكونوا سادين، اما يوم الجمعه فراه كنسدو النهار كامل. حيت شحال واحد كيصيفط لي ملكه واش نهار الجمعه غادي يعني واش باقيين تخدموا في العشيه؟ لا ما بقيناش كنخدموا في العشيه، يوم الجمعه كيتسد المحل النهار كامل. ونبداو على بركه الله، نبداو باول عطر اللي هو للنساء روسي ديكسيون، ما شاء الله اللي لقى واحد الاقبال اللي خطير، كنت لونسيتو لكم اليوم لا غد ليه ما بقات فيه حتى شي حبه، حاليا راه متوفر واللي داخله بالتدقيق داخله فيه 60 حبه، هادو اللي محطوطين قدامكم هما اللي كاينين حاليا 60 حبه، وما شاء الله عليه واحد الاقبال، انا عجبني، انا براسي خديت فيه واحد والبنات اللي ديجا تقداو من عندي ما كايناش اللي ما وصلهاش وما شكراتوش ليا، ما شاء الله عطر اللي رائع. غنخليكم البديل ديالو كاع، اي عطر شاركت معكم غنخليكم البديل ديالو كيف ما كتشوفوا، من شركه ديال فراغرونس وورد، العلامة الشركة، العلامة المائية. هاد الأثمنة باش تكونوا عارفين هاد الأثمنة فقط عندنا في المحل، هادو راه كله وشحال كيبغي يبيعهم، كاين من 150 درهم الفوق، كاين اللي داير ليهم 200 درهم، كاين اللي داير ليهم 250 درهم، حاليا في المحل 130 درهم، اللي بغاتو مرحبا، 100 ألف مرحبا. ندوزو العطر ديال الجيب ديال مونكي غلا، هادي الأودو بارفا، كاين حتى لانطونس حتى هي كاينة، هادي الأودو بارفا والثمن ديالها 130 درهم، وأي عطر شاركت معاكم خليكم بديل ديالو بطبيعه الحال. لومبالاج كيجي على هذا الشكل هذا، حتى هو من الشركه ديال فراغرونس وورد، العلامه الشركه، العلامه المائيه، والثمن ديالو 130 درهم. اللي بغاتو مرحبا، 100 ألف مرحبا، فيهم 100 ميل بزوج بهم، وعطر اللي كيمشي للنساء. ندوزو للجديد، عطر شركه ديال خالص، حتى هي دخلتها لكم، العلامه المائيه كيف ما كتشوفوا، العلامه الشركه، الباكاجين كيجي على هذا الشكل هذا، هذا البديل ديال عطر كريد، الدراري اللي باغيين البديل ديال عطر كريد ها هو راه متوفر حاليا من شركه ديال خالص، اللي بغاه مرحبا، 100 ألف مرحبا، والثمن ديالو 130 درهم. حتى هو سلعه واخا كتدخل بعض المرات قليله ولا كتدخل غير عندي ولا، المهم كنحاول ندير لكم اثمنه جد جد مناسبه، ما كنبغيش نكبر كرشي على الاثمنه، راكم عارفين اللي كاين في السوق، كل كيبيع بالثمن اللي بغى، السلعه غير كتوصلني كنحطها لكم بثمن جد جد مناسب.
عطر خالص 130 درهم من شركه ديال خالص اللي هو البديل ديال عطر كريد، راه غير لومبالاج ديالو غادي يوريك وهاد لا كونتيتي اللي دخلات فيه. الباكاجين ديال العطر كيجي على هذا الشكل هذا للجنسين. البديل ديال عطر مانسيرا روز فاني راه غير لومبالاج ديالو غادي يوريك، الثمن 130 درهم اللي بغاتو هاد لا كونتيتي اللي متوفر. عطر كيمشي نساء ورجال. وكاين هاد الغزاله هادي اللي كلشي كيسول عليها ودخلات فيها كونتيتي قليله من شركه ديال فراغرونس وورد. تعمدت نحط لكم هادشي اللي دخل الكونتيتي ديالو باش تعرفوا شنو اللي كاين. بالنسبه لهاد العطر هذا حتى هو 130 درهم للنساء. البنات اللي كانوا ديجا موصين عليه كيف ما تنقول لكم في الخاص لا غير غادي تدخل غادي لونسيها لكم فيديو. الثمن 130 درهم من الشركه ديال فراغرونس وورد، العلامه المائيه كيف ما كتشوفوا. ندوزو لروز سيديكسيون البنات اللي ديجا كانوا موصين عليها، ها هي راها دخلات. عطر غزال، باكاجين ديالو رائع، ها انتم ها لامبالاج ديالو من شركه ديال فراغرونس وورد، العلامه المائيه، والثمن ديالو 130 درهم حتى هو كيف ما كتشوفوا. فيه كيجي فيه 100 ميل وهذا راه للنساء. صافي متفقين لحد هنا، كلشي 130 درهم. نجيو هنايا الكوكو كوموازيل، البديل ديال كوكو مادموزيل. لامبالاج ديالو كيجي على هذا الشكل، هذا راه التيستور ديالو بطبيعه الحال. اما الباكاجين كيفاش كيوصلكم نتوما، ها كيفاش كيوصلكم من شركه ديال ميزو الهمبرا، والثمن ديالها حتى هي 130 درهم. وعندنا هنايا بلاك اوريغامي، البديل ديال بلاك اوركيد، حتى هي من شركه ديال ميزو الهمبرا، وحتى هي كتمشي للجنسين. الباكاجين ديالها كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، العلامه الشركه، العلامه المائيه، فيها 100 ميل عطر اللي هو ديال البرد وكيمشي للجنسين. الثمن ديالو 130 درهم. وعندنا هنايا فويس، هي غنخليها لكم البديله ديالها في الجنب، من شركه ديال فالنتينو. الثمن ديالها 130 درهم للنساء. هي راه متوفره حاليا في المحل. لامبالاج كيفاش كيوصلكم نتوما، ها كيفاش كيوصلكم. العلامه ديال الشركه، العلامه المائيه، الثمن ديالها 130 درهم. 130 درهم فويس، 130 درهم بلاك اوريغامي، 130 درهم كومو موازيل اللي بديل ديال كوكو مادموزيل، فيكتور روز سيديكسيون ديب ديال فيكتوريا سكر حتى هي راه متوفره. عطر غزال، شوفوا انا هذا حمقني. والبنات اللي ديجا وصلهم عافاكم لما خليوها لي في التعاليق الا شفتوا هاد اللقطه هادي، بغيتكم تخليوها ليا في التعليق حيت ديجا واحد كي اختي عطر ملي كيوصل لي كيدوز تيشوف شي حاجه اخرى اللي ما خداهاش. هذا البنات اللي ديجا وصلكم خليوا لي في التعليق كي جاكم، ما شاء الله عطر غزال ثابت فواحا. وشوفوا انا راسله عندي كلها فحال فحال، ولكن الا عجبتني شي حاجه ودخلت لي لعقلي وطرباتني نيت كنصح البنات بها. الجيب ديال مونغيغلا حتى هي ما شاء الله غزاله، 130 درهم. بديله ديال كريد 130 درهم. بديل ديال مانسيرا روز فاني 130 درهم كيف ما كتشوفوا. اودو فلاور حتى هي اودو فلورا حتى هي ديال مارك فيكتوري حتى هي راه 130 درهم. روز سيديكسيون حتى هي 130 درهم. وما شاء الله تبارك الله سلعه موجوده عندنا في المحل، اللي بغى اي حاجه مرحبا و100 الف مرحبا. ها انتم كيف ما كتشوفوا، اللي بغى اي حاجه مرحبا و100 الف مرحبا. توصل جميع المدن المغربيه، فيما كنتي كتوصلك لا كوموند ديالك حتى لعندك. توصيل مع امانه، الثمن ديال التوصيل 40 درهم، خارج سلا داخل سلا 20 درهم. هكا كيكون سلا الفيديو. كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.